سواء كنت صاحب فكرة أو رائد أعمال، أكيد عندك تساؤلات كثير. ممكن تكون محتار بالفكرة أو كيف تبدأ أو وين تحصل المشورة الصح، شلون بتحسب تكاليفك، من وين بتاخذ تمويل، وين بتحصل عروض مخفضة، والقائمة تطول. أحب أقول لك ريح بالك، منشآت سهلتها عليك وصممت لك تطبيق نوافذ منشآت، التطبيق الموحد لرائد الأعمال في المملكة، واللي يجمع لك العديد من الخدمات مع وجود خاصية المساعد الشخصي الإلكتروني، مثل خدمة الاستشارات من المتخصصين في مجال الأعمال، وتشمل على خدمة دعم الأعمال اللي راح تحلل وتحدد احتياجاتك وتوجهك للخدمة المناسبة، وكذلك خدمة الاستشارات الحكومية وخدمة الإرشاد من الخبراء بحسب كل خبير ومجاله، وكذلك أكاديمية منشآت للتدريب والتعليم، وخدمة مزايا للعروض المخفضة، وخدمة حاسبة التكاليف لحساب التكاليف الحكومية التأسيسية ونقطة التعادل، وأيضا خدمة شهادة حجم المنشأة للحصول على التسهيلات والمميزات في نظام المشتريات الحكومية، كما تم توفير خدمة رخص حاضنات الأعمال لإصدار وثيقة تسمح لحاملها بتأسيس حاضنات أو مسرعات أعمال أو مساحات عمل مشتركة، وكذلك خدمة الأدلة والأدوات المساعدة اللي توفر أدلة إلكترونية تساعد رائد الأعمال على تطوير أعماله واستدامتها، وأخيراً خدمة الامتياز التجاري لتيسير الوصول إلى فرص الامتياز وربط رواد الأعمال والمستثمرين بالعلامات التجارية. والحين جاء دورك، حمل التطبيق من المتجر الإلكتروني واستفد من كل مميزاته.